السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. عرفت ولاية جيجل في الساعة الأخيرة كارثة كبيرة بعد الفيضانات العارمة والتي ضربت عدة مناطق وأغرقت أحياء كاملة، وكذا شوارع وطرقات، وعطلت حركة السير. وتواصل فرق وحدات الحماية المدنية لذات الولاية منذ الصباح عملية استطلاع لمختلف النقاط والتي غمرتها المياه جراء الأمطار المتساقطة. هذا ولم يتم لحد الآن تسجيل أي خسائر بشرية والحمد لله، فيما لا تزال عمليات التدخل متواصلة. واستعملت مصالح الحماية المدنية الزوارق في عملية إجلاء الأطفال والأشخاص ذوي الحالات المستعجلة بسكنة عدل وكذا ببلدية جيجل، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.